يقول النبي في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وفي اللفظ الآخر: بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلما ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من مصبح مؤمن أمسى كافرا، وكم من ممس مؤمن أصبح كافرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بماذا؟ بأمور، منها سب الله أو سب رسوله، أو الطعن في دين الله، أو الطعن في القرآن وتنقصه، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الطعن فيه وتنقصه، أو الاستهزاء بدين الله، أو بالجنة، أو بالنار، أو بالصلاة، أو بالصيام، أو بالزكاة، أو بالصيام الحج، أو غير هذا. فيصبح بعد إسلامه وإيمانه كافرا مرتدا حلال الدم والمال، إلا أن يراجع، إلا أن يتوب.